على إثر حريق مأهول الذي سجل مساء أمس الخميس 19 نوفمبر 2020 بغابة عين ساس الواقعة بإقليم بلدية مساعد بعين تموشنت، توصلت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني العاملية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت وفي ظروف وجيزة عقب نشوب الحريق، تمكنت من تحديد هوية وتوقيف الأشخاص المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، والبالغ عددهم 4 موقوفين تتراوح أعمارهم بين 27 سنة و 58 سنة. مواصلة التحريات وبعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العاملية سمح بالعثور بالمنازل المشتبه فيهم على كمية معتبرة من مسرعات الحريق متمثلة في مادة البنزين كانت تستعمل من طرف المشتبه فيهم في حرق الغابات عمدا بصفة منظمة لتحقيق مصالح شخصية متعلقة بتوسيع مساحاتهم الفلاحية.